عندما تعاني المستشفيات ولا تجد من ينقذها، يعني هذا أننا أمام وضع معقد وشائك للغاية. هذا هو حال مستشفى الحزم العام في محافظة الجوف اليوم، إذ يشهد تدهورا واضحا في محتوياته ومعداته الطبية التي تبدو غير صالحة للخدمة بعد 5 سنوات من التوقف. يحتاج إلى ترميم وتجهيز وإصلاح كل الأشياء. البنية التحتية مهدودة، البنية التحتية منتهية تماما، يحتاج أيضا إلى إعادة تأهيل. إبان اندلاع الثورة الشبابية السلمية، ذهب الموالون للرئيس المخلوع لمعاقبة المحافظة بهذه الطريقة، فأقدموا على إغلاق المستشفى وطرد كادره الطبي، وشكلت ضربة موجعة ليس للمناهضين لحكم صالح فحسب، ولكن لكل أبناء الجوف. كفيلة هذه الصورة في أن توضح كيف تعيش محافظة الجوف وضعا إنسانيا مؤلما. فتدني مستوى الصحة تصدر الحالة المعقدة. المحافظة تفتقر إلى خدمات صحية متكاملة، حيث لا يوجد فيها أي مستشفى تخصصي أو قادر طبي متخصص. الحالة الطارئة يتم إرسالها إلى العاصمة صنعاء لتلقي العلاج أو إلى محافظة مأرب. وحتى المطالبات التي استمرت عقب الثورة من أبناء المحافظة لم تلقى اهتماما لدى مسؤولي السلطة ولا الجهات الرسمية. كانت إحدى الطرق التي اتخذها ناشطون في المحافظة هي إطلاق حملات تنادي بتزويد المحافظة بالدواء، لكنها للأسف لم تلقى أي تجاوب أو اهتمام، سوى مع استعادة المركز وأغلب المديريات من قبضة الجماعة الإنقلابية. نحن كلفنا مدير للمستشفى، استدعينا كل الكادر الطبي بأن يتواجد في مستشفى الحزم، وأيضا رفدناهم بصحيين ودكاترة على مستوى كبير من العسكريين والمدنيين حتى ينفذ المستشفى واجباته في استقبال الحالة الطارئة واستقبال أيضا المرضى والجرحى من المدنيين والعسكريين. ويعني عمل المستشفيات هو عمل إنساني بالدرجة الأولى. لعبت جماعة الحوثي عائقا رئيسيا في قطع الإمدادات من العاصمة صنعاء، أيضا فيما يتعلق بتزويد المحافظة ببعض الأدوية، خصوصا مع اشتداد المواجهات في تخوم صنعاء وتحديدا في طريق الجوف ونهم، وذلك ما ضاعف من معاناة المستشفيات وتدهور صحتها. يبقى هذا المركز الخيري لأبناء الجوف هو نسمة الأمل الذي يعمل بهذا الكادر المتواضع. فريق بسيط لا يستطيع أن يسد الفراغ الحاصل في المحافظة، والذي يقف عاجزا أمام الحالات الطارئة، وهو ما يضطر المواطن للسفر ساعات طويلة للوصول إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج. يبقى الوضع الصحي في محافظة الجوف شاهدا على الوضع الذي وصلت إليه المحافظة عموما في ظل حكم الجماعة الإنقلابية وتجاهل كل الجهات الرسمية منذ سنوات.